من الفوائد المدرجة في يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضر للخطبة جلس، فأذن بلال، وبعد الأذان يقوم فيخطب مباشرة. قال ابن القيم رحمه الله: وما يفصل بين انتهاء الأذان وبين بداية الخطبة بذكر خبر من الأخبار، يعني كخبر لأمر ولو يخص عموم المسلمين، قال فهذا ليس بمشروع وليس بوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.